خلونا بقى دلوقتي نروح لمتحف الحضارة ونتابع حالة الإقبال الكبيرة على المتحف، خاصة إن في خلال اليومين أو اليومين اللي فاتوا بس استقبل المتحف 12,000 زائر، وفي كمان خطة لافتتاح عدد أكتر من القاعات في المتحف. خلونا نتابع من خلال زميلتنا جرمين إبراهيم. صباح الخير عليك يا جرمين. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على شاذلي، وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقه احنا موجودين النهارده في متحف الحضاره عشان نحتفل معاهم بتحطيمهم الرقم القياسي في عدد الزيارات خلال يومين من افتتاح وقت افتتاح المتحف في او يعني عاده افتتاحه في ابريل الماضي. وصلت عدد الزيارات ل 12,000 زائر، وده في المتحف فريد من نوعه في مصر والوطن العربي، لانه يعني في مجموعه من المقتنيات النادره اللي بتخص الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ وصولا للعصر الحديث. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معانا دكتور سيد أبو الفضل المشرف على الشؤون الأثرية بمتحف الحضارة. صباح الخير يا دكتور، برحب بيك. يعني في البداية عايزين نعرف تفاصيل تحطيمكم للرقم القياسي في عدد الزائرين، وإزاي استقبلتوا العدد الكبير ده خلال يومين؟ والله احنا من ساعة الافتتاح من 3 ابريل 2021 وكان العدد الحمد لله مقبول وكنا مرضين عنه جدا جدا، ولكن حدث في يوم الجمعة والسبت اللي هم اخر جمعة وسبت انه العدد تجاوز ال 12,000، وده عدد رقم ما وصلناهوش قبل كده الحمد لله. كنا بنوصل في اليوم ل 4,000 و5,000 كانت اكتر حاجة وصلنا لها 5,300، ولكن ان نوصل في يومين ورا بعض ب 12,000 في ظل الظروف اللي احنا شايفينها والعالم شايفها الحمد لله، ده احنا رقم احنا راضيين عنه جدا جدا، وبنستقبل اي عدد الحمد لله في ظل الاجراءات الاحترازية اللي بيقوم المتحف، ومن بدايه من دخول البوابه لحد ما بينتهي زياره الزائر نفسه. يعني دكتور، من وقت افتتاح المتحف لحد دلوقتي وهو يعني في وقت قصير بقى على قائمه زياره اي سائح جاي لمصر، مش بس كده كمان المسؤولين الرسميين بيكونوا حريصين ان هم يزوروا متحف الحضاره، في رايك ايه سبب يعني ان المتحف بقى في قائمه الزيارات في الوقت ده؟ والله الافتتاح الرهيب اللي حدث للمتحف بنقل المومياوات الملكيه وصداه على العالم كله خلى كل اللي عايز يجي مصر عايز اول حاجه يزورها المتحف القومي للحضاره المصريه عشان يشوف العرض اللي موجود فيه ويشوف المومياوات، قاعه المومياوات الملكيه اللي هي العرض المميز اللي بيحرص كل الناس سواء مصريين او اجانب على انهم يزوروا المتحف القومي للحضاره المصريه. فالحمد لله احنا العدد راضيين عنه جدا جدا. زيارات رسميه، لان احنا اساسا على قائمه الزيارات الرسميه الخاصه بالبلد ان هم لازم عايزين يجي يشوفوا المتحف القومي للحضاره المصريه، يشوفوا المقتنيات، يشوفوا المومياوات والصدى الرهيب اللي عمله الافتتاح الكبير في 3 ابريل. عايزين نعرف علاقتهم بتكون ايه لما بيشوفوا المومياوات ويشوفوا المقتنيات النادره. احنا عارفين كمان انه من ايام كان يمكن في زياره للامين العام لمنظمه الاوبك العالميه للمتحف، دي كانت اخر زياره رسميه، فتعليقاتهم بتكون ايه على المتحف؟ وهل شافوا مقتنيات في اي مكان في العالم غير متحف الحضاره؟ والله احنا الكلام اللي بنتلقاه بعد انتهاء الزياره احنا بصراحه بنبقى يعني مبسوطين جدا جدا، لان هم مش مجرد اعجاب، ده هم مبهورين بالعرض نفسه، مبهورين بطريقه العرض، بالاسلوب العرض الجديد، الوسائل المساعده في الشاشات التفاعليه او في الحاجات التكنولوجيا الموجوده في المتحف، مبهورين جدا بيها، مبهورين بالعرض الجديد، مبهورين ايضا بعرض المومياوات اللي هو اختلف تماما عن عرضها القديم في المتحف المصري بالتحرير، فعرضها الجديد انه اكنه مقبره ملكيه وبيخش بيشوفهم في جو يوحي ان هو فعلا داخل على ملك مصري قديم في مقبرته بوادي الملوك. يمكن من التطورات الاخيره اللي شفناها في متحف الحضاره ويعني بيتم تحديثها بشكل مستمر هو وجود تطبيق الكتروني خاص بالمتحف. عايزين نعرف المشاهدين اللي يمكن ما سمعوش عن موضوع التطبيق الالكتروني، ايه يعني اهميه التطبيق وايه اللي ممكن يلاقوه عليه؟ ده اول مره في متحف مصري انه يكون في ابلكيشن او تطبيق الكتروني خاص بالمتحف. حضرتك بتنزليه من على الجوجل بلاي او الجوجل ابس، بتنزليه بتلاقي كل المعلومات اللي ممكن تجديه عن المتحف، بدايه من ازاي اوصل للمتحف، ايه المقتنيات وايه المقاعات العرض اللي موجوده في المتحف، ايه الخدمات اللي بيقدمها للمتحف للزائر، ازاي حتى ان انا ادفع اونلاين لو انا عايز ادفع تذكرتي من قبل ما اجي، ازاي انا ادفعها اونلاين عن طريق ابلكيشن. كل ده هنجده في الابلكيشن اللي نزل حديثا باسم النيمك، هو اختصار لكلمه المتحف القومي للحضاره المصريه باللغه الانجليزيه، فممكن اي حد ينزله عادي من قبل ما يجي المتحف، هيديله كل المعلومات اللي هو محتاجها عن المتحف في من قبل ما يوصل كمان حتى المتحف. اخيرا دكتور، متعودين دايما يبقى في خطوات تطوير للمتحف واضافه مقتنيات يعني اخرى وافتتاح قاعات، ايه خطه التطوير الجايه لاداره متحف الحضاره في الفسطاط؟ والله احنا بنتمنى ان شاء الله، بنطمح ان شاء الله ان في الفتره الجايه ان شاء الله عندنا قاعه النسيج المصري ان شاء الله في خلال شهور قليله، هيتم افتتاح قاعه النسيج المصري بامر الله، دي هتبقى تضاف الى قاعات المتحف القومي للحضاره المصريه وهتبقى من ضمن مسار الزياره للزائر اللي هيجي المتحف، فان شاء الله قريبا في خلال شهور ان شاء الله تكون القاعه دي مفتوحه ان شاء الله بامر الله.
شكرا جدا على وجودك معنا. يعني بسنت وشاذلي، ده كان لقائنا مع دكتور سيد ابو الفضل، عرفنا معلومات جديده عن متحف الحضاره والتطويرات اللي جايه، وكمان يعني بنجدد دايما دعوتنا المفتوحه لكل المصريين ان هم لازم يزوروا متحف الحضاره، لان هم هيروحوا بصراحه في رحله عبر التاريخ، يشوفوا يعني مجموعه من المقتنيات النادره من عصور ما قبل التاريخ وصولا للعصر الحديث. برجع لكم مره ثانيه في الاستوديو. يعني يمكن من اجمل الاماكن اللي انا زرتها. كل الشكر ليكي زميلتنا جيرمين ابراهيم ولضيفك الكريم.